فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت مالا في سيارتي ولا أعرف من هو صاحبه، فما العمل في ذلك؟ وش نوع سيارته؟ تكسيه ولا أجرة، يعني أسفار سافر بالناس؟ إذا كان معه ركاب أو حتى لو كانت خاصة وركب معه ناس ونسيوا شيء، إن كان يعرفهم فلا بد أنه يبحث عنهم ويعطيهم أموالهم، وإن كان ما يعرفهم ولا يمكن التوصل إليهم يتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.